ناقشت اللجنة التربوية بمديرية عمران مع القطاع النسائي الاستعداد للمشاركة بفعالية ميدان السبعين والاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي أعطى المرأة جل اهتمامه، وتبوأت المناصب القيادية في مختلف قطاعات الدولة. المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال وسيظل وفيا مع المرأة اليمنية، فقد تبوأت بالأكثر من 3 عقود المناصب القيادية في الدولة، ونالت كافة الحقوق متساوية مع أخيها الرجل، وحظيت باهتمام القيادة السياسية. وهي المرأة في محافظة عمران تبادل حزبها الرائد والزعيم القائد الوفاء بالوفاء، حيث ناقشت لجنة الحشد التربوي بمديرية عمران الجهوزية الكاملة لمشاركة القطاع النسائي في مهرجان السبعين. سياستنا بما يخدم الوطن دون الغروب عن الوطن، ويجرب كل حظ في الوطن ويدلي بدلوه، فالمؤتمر دلا بدلوه وأيضا نتج من دلوه أشياء ثمينة وكبيرة لا يستطيع الواقع حصرها. إذا كان هناك حصرها فجزء منها حصرها العدوان، ضربها، كملها، دمرها. الهنود خلدوا غاندي لأنه أخرج الاحتلال البريطاني وحرر الهنود، وأسموه بأبو الهنود وأبو اليمنيين علي عبد الله الصالح. تبنى حقوق المرأة من التعليم، من الصحة، في تولي المناصب العليا، حتى أصبحت المرأة قاضية ووزيرة. لا نجد منهم عضوة مجلس النواب إلا من المؤتمر الشعبي العام. أثبتت المرأة اليمنية عبر التاريخ أنها على قدر كبير من المسؤولية تجاه وطنها وشعبها وتضحياتها بالمال والولد في سبيل عزة وكرامة الوطن. رجالنا بتصير في الجبهات وهؤلاء شهداء، احنا بندي فلذات اكبادنا اغلى ما عندنا، عاد شيء اغلى من الاب فعلا الزوج عم رمل. ذهاب نال السبعين هو الحفاظ على اليمن وامنها واستقرارها، ورش المسيره النسائيه تهد الدنيا من عمر الله. وسوف نعكس صورة مشرفة وناصعة باسم المحافظة في محافظة عمران للعمل التنظيمي والحشد الجماهيري الكبير. جدي وبي شمر ودمي في عروقي مؤتمر لا يمكن تغير ولو تشرب من المغرب شموس. قولوا لمن فكر، قولوا لمن فكر بتدمير الوطن ما له مقر، بك يا زعم نفخر ولا زلنا على عهدك جلوس. مواقف وطنية وأدوار عظيمة تسجلها المرأة اليمنية، وهي اليوم تجدد العهد والوعد بأن تظل إلى جانب الوطن وحزب المؤتمر، وسترسم في 24 أغسطس الجاري لوحة وطنية عنوانها الصمود والتحدي والثبات في وجه العدوان السعودي الغاشم. محمد الموهبي، اليمن اليوم، محافظة عمران. وبالعودة إلى محافظة تعز، أيضا واصلت مقاتلات العدوان السعودي غاراتها